دلوقتي جه معايا فقرتنا الاولى. في اهتمام كبير كلنا لامسينه وحاسينه وشايفينه بتقوم به الدوله المصريه بقرى الريف المصري، بدايه من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي اكد على ضرورتها، مش بس كده اطلق ليها المشروع القومي لتطوير الريف المصري. ده بياتي ضمن مبادره الرئيس حياه كريمه. كمان رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اكد على انه هيكون في اجتماع اسبوعي علشان يكون في متابعه مستمره لهذا المشروع. حاجات كتير تخص هذا المشروع هنتكلم فيها من خلال ضيفنا اللي منورنا الدكتور صلاح احمد هاشم، استاذ التنميه والتخطيط بجامعه الفيوم ورئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامه ودراسات التنميه. صباح الفل يا دكتور، منورنا دايما في صباح البلد. صباح الخير يا هند، صباح الخير على حضرتك وعلى كل المشاهدين. دكتور، يعني خلينا نبتدي كده ونقول قبل ما نتكلم في تفاصيل هذا المشروع القومي النبيل والانساني جدا، حضرتك شايف فكرة المشروع بشكل عام وهي فكرة جديدة علينا في مصر؟ هي الفكرة مش جديدة أولا. هي الفكرة طبعا الريف يعني من زمان كان عنده قضية، عنده مشكلات، والريف كان متجاهل على عمر الدولة يعني المصرية. ويمكن أقوال الفلاح الفصيح كانت بتعبر بشكل كبير عن الظلم والغبن الذي تعرض له الفلاح المصري والقروي المصري على مدار التاريخ. ولما واحد يتكلم بس واحد نطق سموه الفلاح الفصيح، فأوريدي تاريخيا يعني الريف دايما كان مظلوم بالرغم أنه كان سلة الغلال والغذاء بالنسبة للمدينة. تعرض لكثير من المشكلات، يمكن الطاعون كان اكثر انتشارا في القرى، ما كانش في المدن بشكل اقل، وده كان فتره ما قبل الاربعينيات من القرن العشرين. بعد كده كان المشروع القومي للدوله المصريه في الاربعينيات كان مشروع مكافحه الحفا، انه حتى الفلاحين ما كانوش لاقيين شوز يعني يلبسوه، وكانوا بصفه عامه كانوا كلهم بيمشوا حافه لانه ما عندهمش القدره الماديه على انهم يشتروا حذاء او غيره. فده المشروع القومي للدوله المصريه في الاربعين، ان هو ازاي يلبس الفلاح حذاء. ده كانت مشكله. بدات الدوله تهتم، طبعا بدا الرئيس جمال عبد الناصر بدا يعمل سياسات الاصلاح الزراعي، وده بدا يتحول مصر من العصر الإقطاعي إلى الدولة شبه الاشتراكية، اللي هو يبدأ بقى يقسم الملكات الزراعية، ويبدأ الفلاح بدل ما كان مستأجر وقن في الأرض. قن ده في الأرض يعني كان عبد الأرض على فكرة، لأنه هذا المجتمع الإقطاعي كانت المجتمع ينقسم إلى طبقتين، سيد وقن. القن ده هو عبد الأرض، إنه هو بيشتغل بس ولا يأخذ من هذا العمل إلا ما يكفي لبقاء جسده على قيد الحياة. والإقطاعي هو اللي مالك، ودي شفنا مسلسل الوصية، وشفنا رد قلبي، وشفنا كثير جدا عن أوضاع القرية المصرية، جسدت طبعا الوضع الوضع السيء ده. وصولا إلى عصر طبعا سياسات الإصلاح الزراعي حسنت من وضع الفلاح شوية، ولكنها لم تحسن وضع القرية المصرية. يعني اشتغلت على الفلاح وليس على المجتمع، وده كان الفارق. عشان هيجي نتكلم عن حياه كريمه دلوقتي اللي هي هتشتغل على الاثنين وليس فئه واحده بس. فعبد الناصر اشتغل على الفلاح ولم يشتغل على المجتمع، وبالتالي لما الزياده السكانيه زادت والبقع الزراعيه بدات الارض تقل او تتاكل بفعل التعدي عليها، تراجعت اوضاع الفلاح وتراجعت ايضا اوضاع القريه اكثر مما كانت عليه، وصولا إلى الرئيس مبارك. والرئيس مبارك أطلق مشروعا قوميا اسمه برنامج التنمية الريفية المتكاملة شروق. وشروق ده كان بيشتغل على القرى أيضا الأكثر فقرا، ولكن كانت مسؤولية تنفيذ هذا البرنامج تقع فقط على وزارة التنمية المحلية وبدون الأهالي، ولكن كانوا المشاركة فيه ما كانتش عن طريق كيانات ولكن عن طريق أفراد. يعني أنا بوصل وصلة مية شرب، يبقى الوصلة دي هتكلف 100 جنيه، 100 جنيه على الدولة و100 جنيه على صاحب البيت، فلازم هو يساهم. ممكن أحولها جهود عينية، إنه هو اللي يحفر وهو اللي يجيب مش عارف إيه، وأنا أجيب له بس المواسير وهو يركبها. ده كانت ده انتهت في 2010، وكان العائد منها لا يتجاوز 60%، كانت ضعيفة بشكل حقيقي. وصلنا بقى إلى ده، عمل فجوة كبيرة جدا، فجوة في التنمية، إنه الريف بدأ يتراجع، معدل الفقر الريفي ارتفع ليصل 60%. أنا كنت بتكلم معدل الفقر بشكل عام السنة دي لو قلنا 29.7%، ده بالنسبة لمصر كلها، بالنسبة على مستوى الريف فقط هتلاقيه وصل 60%، والمعدل العام للفقر على مستوى الريف المصري. في بعض القرى المصرية وصل فيها معدل الفقر 90%. الكبد الوبائي سي كان بياكل القرية المصرية،
التهاب الكبد الوبائي سي، لدرجه ان الدراسات تقول ان 52% من بعض القرى مصابين بفيروس سي، يعني 52% معرضين للموت، مياه ملوثه، ما فيش تنقيه للمصارف، ما فيش مش عارف ايه. وبدا الرئيس يشتغل على الريف من خلال تبطين المصارف بقى، وبدا انه يطهر المصارف، وبدا ده قبل ما يتكلم عن حياه كريمه بالمناسبه. مظبوط. ده هو بيشتغل على الريف، وبعد كده اطلق يعني وضع البنيه التحتيه، وبعد كده اطلق. فجاء الرئيس عايز يحقق العداله الاجتماعيه. العداله الاجتماعيه بين مين ومين؟ بين الريف والحضر، بين الصعيد والوجه البحري، بين بين الاقاليم وعواصم المحافظات. انا كان بعمل طفره حضريه جديده، وبنشئ مدن جديده بسميها المدن الذكيه، 14 مدينه ذكيه في مصر بتقوم على الرقمنه. طب معقوله ابدا لغه الحوار ما بين المصريين هتختلف دلوقتي؟ ان واحد مش عارف معدل الاميه بياكله، ومعدل البطاله بياكله، عنده مشكله في الغذاء، وفي عالم بالتاني عايش على الرقمنه والتحول الرقمي. فجوه معرفيه، فجوه حضاريه. انا بسميها فجوه حضاريه. الفجوه الحضاريه هند اكبر بكتير جدا من المعرفيه. المعرفيه جزء من ده، لكن فجوه نوعيه في التعليم، وفجوه في الرعايه الصحيه. الخدمات كلها مش موجوده في الريف، الريف خالي من الخدمات. حتى لو في وحده صحيه، 70% من الوحدات الصحيه اللي موجوده في القرى ما فيهاش طبيب. يعني مبنى ما فيهوش طبيب، ولو في طبيب ما فيهوش ادويه، والطبيب فاتح الوحده الصحيه عاملها عياده. فكان لازم الرئيس علشان يقرب المسافه او يقلل الجاب او الفجوه ما بين المصريين، انه يبدا بالصعيد الذي تم تجاهله. الصعيد هو اصل الحضاره المصريه، الحضاره المصريه